دكتورة داليا الحزاوي رئيس ائتلاف أولياء أمور مصر معانا على الهاتف. دكتورة داليا أهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي يا دكتور. إيه الجديد عندكم في موضوع الكتب الخارجية اللي أنتوا خدتوا فيها خطوات؟ ولسه كنا بنطرح الموضوع مع دكتور صابرين ومع دكتور نور. طبعا أولا أنا بشكركم شكر جامد جدا إن أنتوا فاتحين الملف ده، لأن فعلا الملف ده ملف شائك قوي ومحتاجين فعلا إن إحنا نلاقي يعني نلاقي حل، لانها ازمه متكرره وكل عام، والحلقه الاضعف فيها هو ولي الامر. أيوة. اللي بيبقى مغلوب على امره بيضطر ان هو يدفع وخلاص. فاحنا محتاجين فعلا ان يبقى زي ما وزاره التربيه والتعليم مشكوره تولت ملفات كتير بالحل، احنا محتاجين ملف التعليم في المدارس الخاصه يتم فتحه ويتم حوكمه المدارس الخاصه. لازم العلاقه اللي بين ولي الامر والمدارس الخاصه تبقى فيها يعني ضوابط، حد يعمل ضوابط ورقابه ومتابعه. للاسف في قرارات كتير بيتم اخذها وبتبقى في صالح اولياء الامور، لكن على ارض الواقع غير مطبقه. يعني احنا لما وزاره التربيه والتعليم بتنزل لنا الشرائح السنويه للزياده السنويه، هل المدارس بعض المدارس ما بتلتزمش؟ ودي الازمه بقى، انها بتزود اكتر من الشرائح بتاعت الزياده السنويه. أيوة. لما قالت الوزاره هنعمل تقسيط، هل المدارس عملت التقسيط بطريقه مريحه لاولياء الامور؟ ما فيش. عملت ايه بقى؟ ان انت تدفع جزء كبير قوي في الترم الاولاني وجزء بسيط في الترم الثاني. ده تقسيط مرهق لولي الامر. خليني ظل الازمه بصدر. خليني ازود لحضرتك، والطلاب الثانويه العامه بعض الطلبه راحوا يستلموا ارقام الجلوس، قالوا لهم عايزين فلوس ثاني قبل الامتحان ب 10 ايام. لو في ناس كمان حجبت النتائج، وطبعا في بيتهددوا ان هو هنحولكم مدارس تجريبيه. يعني احنا محتاجين فعلا نظره للملف. فين وزاره التربيه والتعليم يا دكتور داليا؟ فين الدكتور رضا حجادي مما يحدث على ارض الواقع من هذه المدارس؟ اين الوزاره من هذه المدارس؟ يعني احنا بيقولوا لنا قدموا شكوى لاداره التعليم الخاص في الاداره التعليميه عشان يبث في الموضوع. احنا يعني هو دلوقتي شكوى مكتوبه كتابيه، هل في عصر الرقمنه اللي احنا بننادي بيها لسه ولي الامر هيكتب شكوى كتابيه ويروح يتابعها؟ ما توصلوا لنا حاجه سهله للشكوى ويبقى يعني بالذات ان ده بقى سهل دلوقتي في الحاجات الرقميه. خليني كمان يا دكتور. أيوة. يعني دي فكره تفتح لنا بقى المبادره اللي هي بتاعت هنساعد بعض. انتوا ابتديتوا تاخدوا خطوات ايجابيه ودي حاجه رائعه منكم، قول لنا اكتر عن هذه المبادره. هي المبادره دي من يعني بقى لها 4 سنين وبفعلها كل سنه. فانا يعني شايفه ان لازم احنا نساعد بعض في الكتب المدرسيه والخارجيه اللي خلاص ابننا خلص السنه الدراسيه. فبنيجي نفرز المستلزمات الدراسيه. حرام يبقى مصير الكتب دي الرمي. في غيري محتاجها، فانا قلت لهم لازم نفرز الحاجات دي ونتعاون فيما بيننا في ظل الازمه الاقتصاديه دي، ان احنا لازم نفكر في حلول خارج الصندوق. يعني لما نلاقي ارتفاع في اسعار الكتب الخارجيه بشكل مبالغ فيه بنسبه 40%، يبقى التصرف الحكيم ان احنا نحاول نبادل بعض، طالما ان المناهج ساريه وهي المناهج ما فيش فيها تعديل. وبس انا اتمنى صفحات المدارس تتبنى هذه المبادره عشان تبقى مشكله يعني في ارض الواقع، مفعله اكتر. سهل. صح. وتعمل يوم لكل صف دراسي يجي فيه اولياء الامور. حتى انا بقول لاولياء الامور عندي اعملوا جروبات بينكم وبين بعضكم في مدارسكم، بينكم وبين جيرانكم، بينكم وبين معارفكم. الحركه التبادليه دي يعني ممكن تغنينا ان احنا نشتري كتب، وكمان يعني بالفضل. احنا هنبقى قدوه لابنائنا بقى، احنا نعلمهم مساعده ونعودهم. كلام مظبوط ورائع جدا يا دكتور داليا، ودايما يعني بنشيد بالخطوات اللي بيعملها ائتلاف اولياء امور مصر. دكتوره داليا الحزاوي رئيس ائتلاف اولياء امور مصر، بنشكر حضرتك يا فندم على هذه المداخله، شكرا جزيلا.